ممولو الثورات المضادة في السعودية والإمارات وإيران أنهم بتخريب ثورات الربيع العربي وإشاعة الفوضى ودعم الميليشيات والإرهاب والانقلابات العسكرية والشخصيات المنبوذة سوف يقضون على فكرة الثورة ضد الاستبداد، وسوف تتحول الشعوب العربية إلى شعوب مستسلمة كما في الماضي. لكن هذا الاعتقاد أثبت أنه غير حقيقي، ففي الوقت الذي يشعلون فيه الحرائق في ليبيا ومصر وسوريا واليمن اندلعت الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر والسودان ولبنان والعراق. وبصرف النظر عن مآلات كل حالة من تلك الحالات، فإن المؤكد أن فكرة الربيع العربي أثبتت قدرتها على تجاوز أي مخاوف يحاول تكريسها أصحاب نظرية القبول بالاستبداد والفساد مقابل الأمن.